أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم. بين قصر السيف وباكنغهام هنالك علاقات وبوابات مفتوحة على 123 عاما من العلاقات العابرة للجغرافيا والتاريخ. هنالك تناغم على طول المسافة بين دولة الكويت ولندن. عبق التاريخ لا شك أنه يستحضر أحداثا شيدت معالم للتعاون. هنالك معطيات للحاضر تشير وتؤشر إلى رحابة الآفاق بين دولة الكويت وبريطانيا. شؤون السياسة، الاقتصاد، الأمن والثقافة لا شك أنها شكلت على مر عشرات السنين جسورا للتعاون الوثيق، بما عزز التفاهم والتناغم بين قيادتي البلدين على مر محطات عديدة. لا شك أن هذه المحطات تعرضت فيها العلاقات الثنائية لاختبارات جيو استراتيجية بين الملكة إليزابيث الثانية وأمراء دولة الكويت. لا شك أن هنالك أيضا صلات مميزة نسجتها زيارات ولقاءات عديدة وتواصل دائم على مختلف المستويات بين البلدين الصديقين. بين قصر السيف وباكنغهام بالاس هنالك تاريخ وحاضر ومستقبل، سوف نكتشف أغواره وأفاقه مع ضيفنا بالأستوديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر المطيري. سعداء جدا بوجودك معنا دكتور ناصر. حياك الله دكتور بسام، أتشرف بوجودي معكم في هذا اليوم وهذا البرنامج الخاص. أيضا سينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير خالد لدويسان، سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وهو عميد السلك الدبلوماسي في المملكة المتحدة. ومن لندن أيضا سوف يكون معنا المحلل السياسي الأستاذ عادل درويش، كما سوف نتواصل هاتفيا مع رجل الأعمال المهندس جاسم قبزرت. في سنة 1899 هي انطلاقة لتاريخ وبداية لعلاقات كويتية بريطانية. ما هي الظروف التي أحاطت بهذا المشهد آنذاك؟ لو عدنا بالتاريخ دكتور ناصر إلى سنة 1899، هل هذه العلاقة جاءت بالمصادفة أم أنها نسق لها من قبل الطرفين، أو كانت هي مبادرة الشيخ مبارك الكبير؟ طبعا بلا شك يعني احنا لازم نأسس لهذا الموضوع تاريخيا، لأن هناك إطار تاريخي يحكم العلاقة الكويتية البريطانية منذ أن بدأت في عام 1899، وربما هي أيضا سابقة لهذا التاريخ، ولكن تأطرت بشكل اتفاقي قانوني إن صح التعبير من خلال اتفاقية الحماية التي وقعها حاكم الكويت آنذاك الشيخ مبارك الكبير مع المعتمد البريطاني في الكويت باتفاقية حماية بريطانية للكويت، وفرضتها ربما ظروف إقليمية جغرافية في المنطقة بسبب وجود الكثير من الأطماع. عندما استشعر حاكم الكويت آنذاك بحكمته ورؤيته واستشعاره الخوف على أمن هذه الإمارة في ذلك الوقت وما يحيط بها من تحديات أمنية خطيرة يعني، وأطماع سواء أطماعا سياسية أو أطماع اقتصادية في الكويت، لذلك يعني وحفاظا على كيان هذه الدولة الذاتي لجأ إلى بريطانيا كدولة عظمى ولها تواجد في المنطقة، ومن خلال اعتبارها دولة ذات يعني سيطرة في العالم في ذلك الوقت ولديها تحركات في منطقة الخليج. عقد باعتقادك دكتور ناصر لماذا اختار بريطانيا؟ بريطانيا لم تكن الدولة العظمى الوحيدة في تلك المنطقة في تلك الفترة، ولكن بريطانيا يعني كان هناك علاقات كويتية سابقة أيضا مع بريطانيا، وهناك اتصال وتواصل مع الحكومة البريطانية ولو بشكل غير رسمي وبشكل غير واضح، ولكن كانت هناك نوع من العلاقات والخيط الرفيع الذي يربط الكويت ببريطانيا، هذا الذي يعني ربما وثقة أيضا في الحكومة البريطانية وما تتمتع في ذلك الوقت فيه من قوة أيضا في المنطقة وكيان، ومن خلال وجودها في سواء في الهند قربها بالمنطقة، وبالتالي رؤية بالمصلحة العامة. الرؤية دكتور ناصر والحصافة في الفكر لدى الشيخ مبارك
آنذاك عندما أراد أن تكون هنالك حماية وتمثيل دبلوماسي خارجي لدولة الكويت عبر بريطانيا العظمى من دون أن يكون هنالك سيادة على الحكم داخل دولة الكويت؟ نعم، هذا الخصوصية التي يعني أوجدت بالفعل العلاقة الكويتية البريطانية من خلال اتفاقية الحماية، هي اتفاقية حماية، يعني بريطانيا لم تكن مستعمرة للكويت بالشكل المعهود والمعروف في دول المستعمرة. إذن لا يسجل التاريخ على دولة الكويت أنها كانت دولة مستعمرة؟ لا، لم تكن مستعمرة، هي اتفاقية حماية. ليست الاتفاق بين الكويت وبريطانيا ليس اتفاق استعمار، بل هو التزام بريطاني بحماية الكويت من الأخطار الخارجية، مع إعطاء الكويت حق إدارة شؤونها الداخلية ولديها السيادة الكاملة في إدارة شؤونها الداخلية، مع بعض يعني الشؤون التي يمكن الرجوع فيها لبريطانيا من خلال بعض الاتفاقيات المهمة المتعلقة بتجارة الأسلحة يجب أن تشعر بريطانيا فيها. هناك اتفاقيات بيع، يعني أن تكون بريطانيا يعني لها يعني اهتمام وإشراف على مسألة الصيد اللؤلؤ، بعض الدول الأخرى أو بعض الكيانات المحيطة لا يمكن لها أن تقوم باستكشاف اللؤلؤ أو الإسفنج في المنطقة. كان هناك يعني اهتمام بريطاني في الكويت بأن يكون لها إشراف عام، مع إعطاء حاكم الكويت السيادة العامة على إدارة شؤون البلاد بشكل يعني يعطيها حالة من الإدارة الذاتية والكيان المتميز في ذلك الوقت. لذلك يعني كانت يعني نص الاتفاقية اتفاق 1899 كانت هو التزام الكويت بألا تتنازل عن أي جزء من أراضيها لأي دولة أخرى مقابل أن تلتزم بريطانيا بالدفاع وحماية الكويت من أي أخطار خارجية. هذا كان المضمون العام للاتفاقية التي كانت من صفحة واحدة فقط، هذه اتفاقية 1899 التي بالفعل كانت يعني هي العتبة الأولى لأن تكون الكويت تسير بمسارها التاريخي كدولة وتبني يعني بنائها وكيانها خلال مسيرة استمرت حتى عهد الاستقلال. جميل، لطالما نحن نتحدث في ثلاثة محاور من خلال هذه التغطية الخاصة بمناسبة هذه المناسبة، العلاقة الثنائية بين دولة الكويت وبريطانيا العظمى التي تمر اليوم بمرور أكثر من 123 عاما، نتحدث عن هذه الحقبة خلال هذه الفترة الآن الزمنية في حديثي معك دكتور ناصر حول ما قبل الاستقلال، ومن ثم سوف ننتقل إن شاء الله بالمحور الثاني وهو ما بعد الكويت والعلاقات الثنائية ما بعد الاستقلال. لطالما هذه الفترة نتحدث فيها، كيف تجسدت هذه العلاقات من خلال هذا التواجد الدبلوماسي والتمثيل الدبلوماسي للجانب البريطاني في دولة الكويت من دون وجود عسكري خلال هذه الفترة؟ توافقني الرأي فيها؟ نعم بالضبط، يعني بريطانيا لم يكن لها وجود عسكري في ذلك الوقت، كان هناك مجرد وجود يعني تمثيل دبلوماسي وكان هناك معتمد بريطاني، كان هناك يعني متابعة بريطانية وتواجد بريطاني في الكويت تمثيل رسمي، كان هناك ثقة قائمة بين الحاكم الكويت والمعتمد البريطاني والحكومة البريطانية ومراسلات مستمرة، وكان هناك متابعة أيضا ل يعني بريطانيا في عام 1904 نقلت مكتب البريد من البصرة إلى الكويت، وهذا أيضا أعطى للكويت أيضا ثقة وأعطاها أمن، وأنه استشعرت أنه بريطانيا الكويت دولة آمنة أصبحت الآن، وبحيث نقل البريد إليها كان هناك يعني بالفعل نوع من التواصل المستمر ودعم مواقف الكويت، وأعطى الكويت أيضا قيمة أدبية وقوة في محيطها الإقليمي، وهناك بعض الأخطار الإقليمية تهدد الكويت، هناك مطامع اقتصادية كثيرة، لذلك يعني كان وجود بريطانيا ومعاهدة بريطانيا معها أعطى للكويت هذه المناعة وهذه الحصانة من أي أخطار خارجية، بكون بريطانيا دولة عظمى تفرض حمايتها على هذه الإمارة الصغيرة. جميل جدا، من سنة 1899 ومنذ توقيع الاتفاقية مع مبارك الكبير الشيخ مبارك الكبير وحتى قبل الاستقلال، إذا أردنا أن نتكلم عن هذه الفترة وما يشوبها من يعني تطور لهذه العلاقات المتينة ما بين البلدين، نريد أن نعرج على الجانب الاقتصادي، الجانب الأمني، الجانب الثقافي، لكوننا هذه العلاقات لم تكن هي علاقات فقط دبلوماسية. تكلمنا في بداية معرض كلامنا أن هذه العلاقات شملت جوانب عدة. ماذا استفادت دولة الكويت من الوجود البريطاني غير
غير أن يكون هنالك تمثيل دبلوماسي أو معاهدة حماية؟ طبعا الكويت دولة من بدايتها قامت على التجارة والحركة التجارية في الكويت، لذلك البيئة التجارية تحتاج إلى توفير الأمن، وهذه من الحصافة السياسية ربما لدى هل كانت تلك الفترة الخليج العربي معرض لأخطار وأطماع؟ بالتأكيد كانت هناك كثير من الأطماع والأخطار في منطقة الخليج العربي والكويت، فبالتالي الأساطيل الكويتية كانت تحتاج إلى حماية؟ نعم، يعني أثناء أو قبل الفترة قبل توقيع اتفاقية الحماية كان هناك توجه روسي نحو منطقة الخليج بإنشاء خط حديد يربط بين الكويت وروسيا ويصل إلى مرورا بحمص، وهناك أيضا توجه من قبل ألمانيا، ألمانيا أيضا كان لها وجود وأطماع في المنطقة، كانت تخطط لإنشاء خط من الأناضول إلى الكويت، لذلك سرعت بريطانيا إلى أن تكون لها دور وحظوة وهيمنة على هذه المنطقة الحيوية من العالم، واختارت الكويت لأن تكون أيضا نقطة انطلاق لها في ترسيخ علاقاتها في منطقة الخليج كمنطقة مهمة وحيوية في العالم. وهذا ما يذكره التاريخ من سنة 1910 لغاية 1939 قبل بداية الحرب العالمية بين الحربين، نقول كانت الكويت أيضا معرضة خلال هذه الفترة نتيجة للظروف المحيطة في هذه المنطقة ما بين تقاتل القوى العظمى. بالضبط، يعني الكويت كانت بالفعل أدركت وجود هذه الأخطار ولذلك وفرت لها اتفاقية الحماية مع بريطانيا في ذلك الوقت هذا السياج الأمني والمناعة والحصانة الإقليمية، وبالتالي استطاعت أن بالفعل ترسخ وجودها كإمارة تتحرك بتدرج وتتحرك لتبني علاقاتها الإقليمية وترسخ وجودها في المنطقة كإمارة تقوم بالتجارة، تمارس علاقاتها الإقليمية بشكل متوازن. جميل. وهذه العلاقات لا شك يعني منحت الكويت هذه القوة وهذا الأساس بالفعل لأن تنطلق في بناء الدولة تدريجيا وتؤكد حضورها في محيطها الإقليمي وحضورها في وتواجدها الدولي. لذلك يعني كما يبدو انه يعني حتى في عام 1913 منحت الكويت بريطانيا امتياز التنقيب عن النفط. قبل التنقيب عن النفط دكتور ناصر، ما الذي جعل بريطانيا ان تنظر الى هذه الدوله التي لربما قبل ذلك وقعت الاتفاقيه وهي تعلم علم يقين ان دوله الكويت لا تملك شيء؟ يعني الكويت ما قبل النفط هي دوله بسيطه. دوله الكويت لو قلنا انها وقعت الاتفاقيه ما بعد النفط لربما يكون هنالك رغبه بأن يكون هناك تبادل تجاري، الاستحواذ على النفط، على الأقل الاستحواذ على التنقيب، لكن بريطانيا العظمى وقعت هذه الاتفاقية مع دولة الكويت دون أن تعلم بأن هنالك مثلا يعني مطامع أو لا أود أن أقول مطامع ولكن هنالك مزايا في دولة الكويت، لماذا وقعت؟ طبعا يعني بريطانيا ربما ترصد الوضع في المنطقة، وكانت هناك بعض الأنباء عن بعض الاستكشافات في المنطقة في مناطق معينة، لذلك رأت بريطانيا أنه مسألة البحث عن النفط أو التنقيب عنه في هذه المنطقة قد يرجح وجود نفط. في أول محاولة 1913 لم يتم العثور على نفط في ذلك الوقت ربما، ولكن تم ذلك في عام 1934 عندما من خلال شركة بتريش بتروليوم وشركة نفط الكويت المحدودة التي قامت بأخذ امتياز التنقيب عن النفط في الكويت. سنستثمر أيضا هذا الموضوع بالاتصال الهاتفي معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي من لندن سعادة السفير خالد ويسان سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وعميد السلك الدبلوماسي في المملكة المتحدة. سعادة السفير سعداء جدا بوجودك معنا، نود أن يعني نستثمر هذا الاتصال ونعلم أنه اتصال سوف يكون سريع، ولكن لديك بكم هذه المعلومات الكثيرة والغزيرة نتيجة لوجودك عميدا للسلك الدبلوماسي وسفيرا لدولة الكويت لدى المملكة المتحدة. حدثنا سعادة السفير خالد، ما سر هذه العلاقة المتفردة بين قصر السيف وباكنغهام بالاس الممتدة على مسافة أكثر من 123 عاما؟ سعادة السفير. شكرا يا أخ فيصل. العلاقة متميزة ومتجذرة بين المملكة المتحدة والكويت، وهذا تاريخيا من عهد الشيخ مبارك رحمة الله عليه، وثم جاءت زيارات الدولة وهي أعلى زيارات في بريطانيا
لكل من الشيخ جابر الأحمد رحمه الله والشيخ صباح الأحمد رحمه الله، وبالإضافة إلى زيارة جلالة الملكة إلى الكويت عام 1979. لا شك بأن العلاقة الموجودة بين العائلتين الحاكمة والمالكة في الكويت وبريطانيا علاقة عميقة وعلاقة متجذرة لهم قبل أيضا اكتشاف النفط، لأن لا ننسى أن بريطانيا وقعت مع الكويت اتفاقية في عام 1899، فهذا يشكل أهمية كبيرة للكويت ولبريطانيا. ولا شك بأن الجميع يعرف دور بريطانيا سواء المحاولات قبل محاولات عبد الكريم قاسم وبعد غزو المقبور له صدام حسين والجيش العراقي إلى الكويت، كانت بريطانيا من الدول التي وقفت وساعدت وأيدت مواقف الكويت في كثير من الحالات. نعم. لا شك إن الآن والشعب البريطاني جميعا يحتفل بحكم ملكة بريطانيا جلالة الملكة إليزابيث الثانية لمدة 70 عاما. حدثت فيها كثير من العلاقات بين الكويت والمملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى، فهذا يشكل أهمية كبيرة لنا إحنا ككويت ولبريطانيا أيضا تجاه الكويت. فلا شك بأن العمل الثقافي، العمل السياسي، العمل الصحي أو الشؤون الصحية كلها تتركز الآن في بريطانيا نتيجة لعمق هذه العلاقات بين الكويت وبريطانيا. الشعب البريطاني نعم. أيضا يتواجد في الكويت كثير منا، وكثير من الكويتيين يتواجدون في بريطانيا. سعادة سفير خالد دويسان، أريد أن أتحدث حول نقطتين. أريد أن أعرف كيف يعني تنظر بريطانيا إلى دولة الكويت عبر هذه المحطة التاريخية العميقة بالعلاقات، وأريد أن أتحدث حول نقطة ثانية، هل بالفعل علاقة دولة الكويت وبريطانيا هي علاقة متفردة يعني تختلف حتى عن علاقة بريطانيا بدول أخرى شقيقة وصديقة؟ لا شك بأن علاقة الكويت مع بريطانيا علاقة متميزة وعلاقة مثالية. يعني عندنا الآن احنا عندنا لجنة تنسيق بيننا وبين بريطانيا وعملوها في الكويت، والآن يعني الشيخ أحمد الناصر عرض على وزيرة الخارجية أن يرتفع مستواها من نائب الوزير إلى الوزير، وافقت على طول وسيتم، وهذا دلالة على عمق العلاقات الموجودة بين الكويت وبريطانيا. العلاقة الكويتية البريطانية علاقة متميزة، يعني ما تشوف مثلها. هم طبعا داونينج ستريت وباكنغهام بالاس دائما يتضحون ويا الكويت بالنسبة للزيارات، بالنسبة للأعمال، بالنسبة للقضايا المتعلقة بين الكويت وبين بريطانيا. فالعلاقة علاقة فريدة من نوعها، ويعتقد مثل ما قال أحد الخبراء البريطانيين، اعتقد بأن العلاقة بين الكويت وبريطانيا هي علاقة مثلى بين دولة ودولة أخرى. ما الذي نراهن عليه في دولة الكويت بأن هذه العلاقة يعني مستمرة دائما وبنفس المستوى، ومؤشر العلاقة دائما بارتفاع وازدياد؟ الحمد لله نفس العلاقة مستمرة في الارتقاء، في الزيارات، في الاتصالات اللي موجودة. فهناك يعني هناك يقين
لدى الحكومة البريطانية والحكومة الكويتية بأن هذه العلاقة ستستمر في نفس المستوى، لأن العلاقات اللي موجودة بين الدولتين علاقات مثل ما قلت السابق متجذرة في كل نواحي الحياة. يعني احنا عندنا تقريبا 9000 طالب كويتي، عندنا آلاف السياح، عندنا آلاف المرضى. أنا أذكر بوريس جونسون رئيس الوزراء عندما كان عمدة في لندن، كان عمدة لندن لما زار الكويت قال على الكويت، قال أنا أحكم 300,000 كويتي متواجدين في بريطانيا. فهذا التواجد وهذا الاتصال يسبب مثل ما تفضلت، نعم، اللي هو الرقي بالعلاقة بين الكويت وبريطانيا، نعم، وهي علاقات جدا متميزة. ونعمل احنا ما في طاقتنا، والسفارة البريطانية ايضا في الكويت يعني ما في طاقتها، على الابقاء على هذه العلاقة المتميزة بين الدولتين. جزيل الشكر لك سعادة السفير خالد دويسان، سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة وعميد السلك الدبلوماسي في المملكة المتحدة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الهاتفية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، عودة إلى الحديث مع ضيفي داخل الاستوديو الدكتور ناصر المطيري. دكتور ناصر، المعاهدة البريطانية منذ عام 1899 عندما أراد الشيخ عبد الله السالم أن يوقع وثيقة الاستقلال وأن يدعو بأن تكون بريطانيا هي دولة صديقة وتخرج من التمثيل الدبلوماسي وتكون دولة الكويت دولة مستقلة تماما، نعم، بتمثيلها بحكمها الذاتي التي تحدثنا عنها سابقا، وأن التمثيل الدبلوماسي أصبح أيضا لدولة الكويت ودولة بريطانيا العظمى هي دولة صديقة. هذا دعا إلى مؤشر وجود ما يسمى بالنظام العراقي في تلك الفترة، عبد الكريم قاسم عندما أراد أن يتقدم بطريقة ما بالدخول إلى دولة الكويت، وكانت هنالك مرحلة من التهديدات العراقية. هل هذه الفكرة عندما جاءت لعبد الكريم قاسم كان يعتقد بأن بريطانيا قد قامت ب يعني الخروج من المعاهدة وترك دولة الكويت من دون حماية؟ يعني يمكن قبل ما ندخل في أزمة عبد الكريم قاسم وتهديداتها لدولة الكويت بعد استقلالها، مسألة الاستقلال بذاتها يعني هي هذه بحد ذاتها كانت حدث مهم، وأيضا هي توضح أنه بريطانيا تفهمت رغبة الكويتيين بالاستقلال، وأنه كان هناك حالة من ارتفاع الوعي لدى المواطن الكويتي، ومع أيضا وجود نوع من الحراك العربي والقومية العربية وحركات الاستقلال والتحرر. الشعب الكويتي لم يكن منفصل عن العالم، كان يتمتع بهامش من الحرية، كانت هناك العديد من التحركات نحو يعني كل الكويت كيان عربي، وكانت الكويت إسهامات حتى عربية في دعم القضايا العربية. وبالتالي يعني بريطانيا تفهمت هذه الرغبة الكويتية والتقت إرادة الحاكم والمحكوم عليها، وبالتالي أيضا دعمت بريطانيا هذا الموقف ووافقت على إلغاء اتفاقية الحماية الموقعة في عام 1899 في عهد الشيخ مبارك، وبعهد الشيخ عبد الله السالم تم إلغاء هذه اتفاقية الحماية. هذا الأمر ترتب عليه تداعيات أخرى مباشرة كردة فعل أو ردات فعل إقليمية في المنطقة نتيجة وجود صدور التهديدات العراقية في عهد عبد الكريم قاسم الذي هدد باحتلال الكويت وأن الكويت جزء من العراق. وهذه لم تأتي هذه التهديدات إلا بعد يعني ظن منه أنه انتهت العلاقة أو كان هناك انفصال تام، ولكن العلاقة الكويتية البريطانية علاقة متجذرة، علاقة مبنية على الوفاء والالتزام. الكويت جربت بريطانيا، بريطانيا ترى شريك يعني وفي، وكذلك رأت في الكويت شريك ملتزم معها في الوفاء بتعهداتها، والكويت دولة يعني كانت تقدر الحريات، دولة فيها شعب في حالة من الوعي المرتفع، لذلك منحت الكويت
هذه الحرية وهي كانت شبه مستقلة وتمارس سيادتها في الداخل من خلال وجود حكامها وإدارة من شؤون البلاد ووجود الكيانات البلدية والمؤسسات العديدة في البلاد. لذلك كانت يعني إلغاء هذه الاتفاقية الحماية هو تحصيل حاصل، لأن الكويت أصبحت اليوم دولة يجب أن تمارس سيادتها كدولة محيطة وانضمامها لجامعة الدول العربية حتم عليها أن يكون هنالك أي تدخل يكون تدخل عربي عربي يعني. بالضبط، يعني الكويت كانت لها إسهامات عربية، هذا الأمر أيضا عجل بأن تكون عضوا مقبولا أيضا في الأمم المتحدة في عام 1963. بعد كل هذه الأمور بعد إلغاء اتفاق الحماية أصبحت عضوا في الجامعة العربية ولها دورها في العمل العربي المشترك. واستمرت يعني دور بريطانيا اتضح بشكل جلي وتجربة بعد التهديدات على قاسم للكويت، ومباشرة هبت قوات بريطانيا للوصول إلى الكويت وتأكيد الالتزام والدفاع عنها. هذا الأمر وضع حد وخط فاصل دون أي تدخل عراقي في الكويت لتهديد استقلالها أو سيادتها، وبالتالي أعطى الكويت هذا الكيان وهذا الاستقلال وهذا الثبات والرسوخ ككيان دولي مستقل. من سنة 1961 دكتور ناصر هنالك أيضا محطات كثيرة يعني ومتسارعة ومتقاربة. سنة 61 هنالك سنة 62 دستور دولة الكويت. نعم. كيف نظرت بريطانيا إلى هذه الانطلاقة والنهضة في عهد عبد الله السالم بأن تكون الدولة لها استقلال لها دستور، وكيف راقبت هذه التجربة الديمقراطية؟ ولكن دعني أخذ هذا الاتصال من المحلل السياسي من لندن الأستاذ عادل درويش. أستاذ عادل، إذا كنت تسمعنا بشكل واضح حدثنا عن التوصيف السياسي للحالة الكويتية البريطانية كنموذج للعلاقات الدولية ذات الخصوصية المتفردة على مستوى قيادتي البلدين. أستاذ عادل. طبعا الصداقة البريطانية الكويتية صداقة قديمة وتعود إلى أكثر من 200 عام ولها وضعية وميزة خاصة. طبعا ناصر تفضل وذكر أن الدور بريطانيا في تحرير الكويت وكان دور مهم جدا في إصدار قرارات الأمم المتحدة، قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وطبعا دي مش المرة الأولى يعني بعد إعلان استقلال الكويت في عام 61 والتهديد من عبد الكريم قاسم وتحرير الكويت في 91 و92. لكن في حاجة كمان أحب أبينها، إن في الأكثر من 15 سنة الأخيرة إن وجود الدبلوماسي السيد خالد دويسان سفير الكويتي في بلاد سان جيمس هو رئيس السلك الدبلوماسي في بريطانيا، مش السلك الدبلوماسي العربي، لا رئيس السلك الدبلوماسي الكامل. يعني أي سفير بيجي سواء من اليابان سواء من كولومبيا سواء من الصين الذي يعني يشرح له كيفية الإتيكيت الدبلوماسي هو سفير الكويت خالد دويسان، الذي يسحبه من يده ليقدم أوراق اعتماده لجلالة الملكة أو ما ينوب عنها الأمير تشارلز مثلا هو خالد دويسان سفير الكويت. فهذه علاقة مميزة وعلاقة مستمرة أكثر من 10 سنين. نعم. الآن وفي مآدب العشاء مثلا الرسمية لأي رئيس دولة في العالم تجد أن سفير الكويت اللي هو رئيس السلك الدبلوماسي. فهذه علاقة أخرى مميزة، واستمرار هذه العلاقة لأكثر من عقد يعني بتمثل حالة الاستقرار في الصداقة الكويتية البريطانية في مجالات التعاون، ليس فقط التعاون التجاري لكن التعاون الثقافي، التعاون الأمني غاية الأهمية. وكما تعلم أن الدبلوماسية البريطانية ليست دبلوماسية المكبرات الصوت العالي زي الدبلوماسية الأمريكية مثلا، فهي دبلوماسية هادئة بتدور وراء الأبواب المغلقة ولا أحد يسمع فيها. فهناك تنسيقات على مستويات عالية جدا في كثير من المجالات، في المجال الأمني، في المجال الثقافي، في المجال التجاري، في المجال العسكري، فما إلى ذلك. وهذه تتم لأن الدبلوماسية الكويتية والدبلوماسية البريطانية قديمة ومشتركة بين وعاب مصرية. نعم نعم. أضف إلى ذلك أن سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الله يرحمه
كان هو من أقدم المواسين العالم، كان وزير خارجية لفترة طويلة جدا. صحيح. وعصر بقى أندري كرومبتو وعصر سيربندويد والعصور الفطاحل الدبلوماسية العالمية، وبالتالي فكان هناك هذا التنسيق الدبلوماسي الألماني الكويتي واستمر لفترة طويلة جدا. فهذه أهم عوامل أساسية لتبين استقرار بيت صباح وبيت وينسر، هو يمثل الملكية البريطانية. نعم. صباح يمثل رأس الدولة الكويتية. المحلل السياسي الأستاذ عادل دروي، سعدنا جدا بهذه المداخلة ومشاركتك معنا من خلال هذه الحلقة الخاصة حول العلاقات الثنائية بين دولة الكويت ودولة بريطانيا العظمى المستمرة أكثر من 123 عاما. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نأخذ أيضا اتصال هاتفي آخر معنا، المهندس السيد جاسم قبزارد. سيد جاسم، لا شك بأن تعرف بأن بريطانيا منذ الخمسينيات كانت أيضا مواكبة لتطور علاقات الكويتية البريطانية، وهنالك علاقات ثنائية في عهد الملكة إليزابيث الثانية. حدثنا حول هذه العلاقات مهندس جاسم قبزارد. أهلا فيك الأخ بسام محسين على هذه الدعوة. أشكر تلفزيون الكويت على تقديم هذا البرنامج الهام، فعلا تكريما لما بذلتها الملكة إليزابيث الثانية لمساهمتها الفعالة في حماية مصالح الكويت وتنوية مواردها وأنشطتها المختلفة. وأشكركم على استضافتي معكم وقواكم الله، ويا هلا بالأخ دكتور مبيري. سيد جاسم قبزارد، إذا كنت تسمعنا بشكل واضح، نريد أن نتكلم عن هذه الحقبة وكيف على الصعيد الشخصي أيضا أنت عاصرت هذه العلاقات الثنائية، وخاصة بأنك مطلع يعني حتى من قبل الوالد رحمة الله عليه. تمام، شكرا. أنا أولا أبي شوية أضيف جانب آخر للعلاقات الكويتية البريطانية في عهد الملكة إليزابيث، بعيدا عن الأمور السياسية اللي يتطرق لها الإخوان والأخ المطيري يعني متبحر في هذا المجال. في جانب خاص، وهي في لفتة خاصة حسيتها أنا أثناء زيارتي لبريطانيا. أحب أقول إن أنا أول زيارة لي إلى لندن كانت في صيف 59، وكنت أروح الصيف معك أنا وإخواني عشان ندرس اللغة الإنجليزية إلى تقريبا سنة 63. في أوائل أيام الغزو الصدامي خرجت عن طريق البر إلى المملكة السعودية ثم إلى لندن. هناك مارست نشاط الإعلامي بشكل يومي تقريبا عبر الظهور على القنوات التلفزيونية البريطانية والإذاعة، أتكلم عن محنة الكويت وطالب تحريرها وعودة الشرعية والعمل بالدستور 62 إلى أن تم بعون الله التحرير. طبعا شفنا مدى دعم ومشاركة بريطانيا في عملية تحرير الكويت. تعرف إن من أول ما رحت إلى بريطانيا أنا في ذاك السن صغير، أنا وإخواني كنا نحس بالإطمئنان والألفة في وقت دخولنا من المطار إلى أن عدنا إلى الكويت. حسينا أن هذا الشعب يحب أن يساعد الشعب الكويتي، كنا ضيوف عندهم في جميع المناسبات رغم ضعف معرفتنا باللغة الإنجليزية في بعض الأمر، فكانوا دائما يساعدوننا ويوجهونا في الطريق الصحيح إذا مثلا ضيعنا في الشوارع إلى آخره. فكنا نحس أننا في دولة تحب الكويتيين. نعم. هذه العلاقة الشخصية هذه لها ميزة، خلت الكويتيين يحسون فعلا أن بريطانيا كأنها وطن ثاني لنا. فلذلك علاقاتنا معهم كانت بشكل ودي جدا، وهذا يعود إلى الملكة احتضانها للكويت واهتمامها بالدولة وشؤون الدولة وأهلها. نعم. تفضل. على طور هذه العلاقات البريطانية الكويتية، ويعني أنا أعلم على الصعيد الشخصي بأن الوالد رحمة الله عليه لديه الكثير من الصور والاهتمامات الخاصة في نتيجة لتصوير هذه العلاقات. هل في أرشيف الوالد كان هنالك يعني إقامات لعلاقات أو مناسبات استطاع أن يرصدها حتى عن طريق التصوير السينمائي الذي تحتوي مكتبته الخاصة؟ نعم. كان الوالد في الستينيات أوائل الستينيات مدير عام لميناء الكويت،
والميناء كان هو المورد الأساسي لاقتصاد البلد قبل النفط. فكان للميناء نشاط ملموس في حركة البواخر عابرة المحيطات منذ الخمسينات، وكان المرفأ يزهو بالحركة التجارية عن طريق البحر. نعم. وكان الميناء المورد الوحيد. فاستلمت الكويت في عهد الملكة دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي يهتم بشؤون الأمن وسلامة البحار، وبتكليف من المغفور له الأمير الشيخ عبد الله السالم، حضر والدي محمد طبزرت المؤتمر ووقع باسم الكويت على اتفاقية خاصة بالمنظمة الاستشارية البحرية للحكومات. جميل. كان ذلك إثر وقوع حوادث في البحر بين البواخر التي تحمل التجارة العامة، وحتى في بعض الأماكن كانت هناك قرصنة. فرأت هذه الدول باحتمال هذه المؤتمر من قبل الملكة إليزابيث بتنظيم هذا الأمر حماية للتجارة البحرية. هذه الاتفاقية كانت نتيجتها أن الكويت وقعت اتفاقية استشارية مع إدارة الملاحة البحرية البريطانية لمشاركة اختصاصيين في أعمال إدارة شؤون التجارة البحرية وتنظيم إدارة الميناء في الكويت في مجال تحضير المستندات والوثائق المعنية لحسن سير العمل التجاري ولمواكبة اتباع المواصفات العالمية في ذلك. ففي عهد الملكة إليزابيث كانت بريطانيا تساهم في كثير من المجالات التقنية في البلاد لتنمية مواردها. أنشأت في الكويت أكبر محطة لتقطير المياه في ذاك الوقت في العالم، تخيل في ذاك الوقت. بطاقة إنتاجية كانت في ذاك الزمان 8 مليون جلن، اليوم الكويت تنتج حوالي 600 مليون جلن من المياه المحولة من مياه البحر إلى مياه الشرب. وكانت ذيك المحطة في ذاك الوقت تدار بواسطة اختصاصيين بريطانيين يتدرب بين أيديهم كويتيين. واعتمدت الكويت كذلك المواصفات البريطانية في أعمال الإنشاءات العمرانية البريطانية المختلفة في الكويت المختلفة تحت شعار أو تحت اسم British Standards المواصفات البريطانية. وكذلك لا ننسى أن وزارة الصحة اعتمدت على التصنيف البريطاني لقبول شهادات الأطباء وغيرهم من الأطباء في الكويت والطاقم الطبي. بطبيعة الحال أتت هذه التسهيلات المختلفة من مواصفات ومعايير بدعم غير محدود لا شك من الحكومات البريطانية. أما بجانب خاص طبعا ما ننسى إنشاء مدينة الأحمدي، هو من الشركات البريطانية تم من ذاك الوقت في سنة 45 أحب أضيف أن في جانب شخصي أيضا أبرزتها الملكة إليزابيث، أن والدي في السبعينيات اشترى أكبر عزبة وأهم عزبة في قرية في جنوب بريطانيا. صاحب العزبة كان لديه اللقب لورد العزبة. بعد ما الوالد اشترى هذا المكان الموقع امتلك بلقب لورد، أصبح الوالد كويتي يملك لقب لورد العزبة. نعم. وقام بحضور في مناسبات افتتاح مناسبات شعبية في ذاك المكان بزيه الرسمي الكويتي بالبشت كما تشاهدون، وهذه الوالدة الله يرحمها موجودة يمنا. في هذه القرية ألقى كلمة ترحيبية وأن تعاطف بين الشعب الكويتي والشعب البريطاني موجود. هذه اللفتة خلقت اهتمام بالصحافة المحلية ثم انتقلت إلى صحافة لندن، وبعدها بشهرين تقريبا دعت الملكة إليزابيث الوالد دعوة رسمية خاصة للمشاركة في إحدى المناسبات الخاصة في قصر باكنغهام. هذه دلالة على أن الملكة إليزابيث كانت تهتم بشأن الكويتيين الخاصة حتى لهذه الدرجة، بحيث أنها تتابع أخبارهم. فدليل أن الملكة إليزابيث يعني ما كانت بعيدة حتى عن المواطنين الكويتيين، كانت تتابع أخبارهم دائما وتهتم فيهم سواء
مشاركاتهم في مجالس والمناسبات الاجتماعية، وطبعا ذلك نابع بحب الكويتين لأهل لا بريطانيا شك. لا شك. وفي المناسبات الاستثمارية في ذاك البلاد. جزيل الشكر لك المهندس جاسم قبزار، لا شك بأن لديك ما لديك من المعلومات حول هذه العلاقات التاريخية التي ارتبطت بذهن وحاضر أي مواطن كويتي خلال هذه الفترة. شكرا للمهندس جاسم قبزار رجل الأعمال على هذه المشاركة والمداخلة. دكتور ناصر استدراكا أيضا للوقت، أريد أن نتحدث الآن عن المحور الثالث وهي العلاقات الحاضر، علاقات الحاضر والمستقبل القادمة المستمرة إن شاء الله ما بين دولة الكويت وبريطانيا العظمى. طبعا يعني كما ذكرت لك تعمدت يعني العلاقة الكويتية البريطانية المتجذرة من خلال مواقف يعني سجلتها مواقف تاريخية، مواقف صادقة تعبر عن الوفاء البريطاني للعلاقة مع الكويت. وهناك أيضا إضافة للعلاقة السياسية هناك أيضا علاقة شخصية بين كما يذكر باسم برنامجكم بين قصر السيف وقصر بكنغهام، لأن هناك العلاقة بين الحكام الكويت وحكام بريطانيا ملوك بريطانيا علاقة يعني وطيدة، وخصوصا في عهد الملكة إليزابيث. هذه تأكدت من خلال مواقف يعني آخرها ربما يكون يعني من ذكر من أزمة قاسم إلى أزمة الصامتة إلى أزمة غزو الكويت، ووجود مارغريت تاتشر في ذلك الوقت في موقف تاريخي يذكر ويؤكد من خلال يعني اجتماعها مع الرئيس الأمريكي جورج بوش وتأكيدها عليه من ضرورة عدم التليين أو التعامل بليونة أو التنازل أو التفاوض مع الرئيس العراقي آنذاك باتجاه احتلال الكويت، بضرورة استخدام القوة وضرورة الخضاع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كل هذا أعطى لبريطانيا بالفعل قوة ويعني ودعم للحق الكويتي بشكل واضح، وبالفعل كانت لها إسهام كبير أيضا وجود القوات البريطانية 45 ألف جندي بريطاني في الكويت ساهموا في تحرير الكويت. هذه دلالة كبيرة على التزام بريطاني كبير ومهم ووفاء لدولة الكويت بحكم علاقات تاريخية يعني لم تتزحزح هذه العلاقات بل ثابتة ومتجذرة ومتأصلة ومستمرة إن شاء الله. نعم، ولذلك اليوم العلاقات الكويتية البريطانية مستمرة في كل المجالات من حيث يعني العلاقات يعني وجود يعني بعثات تعليمية منذ العهود الأولى الكويت إلى في بريطانيا، هناك تعاون صحي، هناك تعاون ثقافي، هناك تعاون اقتصادي معروف، هناك علاقات مستمرة. بريطانيا تساند الكويت في المواقف الدولية، الكويت تقف إلى جانب بريطانيا في الإطار الدولي أيضا، هناك نوع من التناغم والتعاون السياسي الدولي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين بريطانيا والكويت. سنويا 250 ألف سائح كويتي يعني يزورون بريطانيا، هذا يدلل على هناك يعني تجذر في هذه العلاقة بين الشعبين وبين الحكومتين البريطانية والكويتية. جزيل الشكر لك دكتور ناصر المطيري على هذا التحليل وعلى وجودك معنا من خلال هذه الحلقة الخاصة بعنوان السيف وباكنغهام. لا شك أن هذه العلاقة علاقة الصداقة الكويتية البريطانية التي نسجتها هذه الأحداث طوال هذه السنوات لا شك بأنها كما ذكرنا ثابتة ومتجذرة ومتواصلة إن شاء الله. نراكم إن شاء الله في القريب العاجل وفي حلقات وتغطيات مباشرة. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية في دولة الكويت. أهلا بكم.